جاء رجل آخر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: واذنوباه 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 يا رسول الله، يشتكي كثرة ذنوبه ومعاصيه مرتين أو ثلاثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قل. والحديث في مستدرك الحاكم، المستدرك للصحيحين للحاكم النيسابوري، وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قل، وأرجو إخوتي وأخواتي يا من تشاهدون هذا البرنامج أن تقولوا معي هذا الذكر وهذا الدعاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد مرة ثانية. فقال الرجل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعد مرة ثالثة. فأعادها الرجل مرة ثالثة: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. أتدرون أيها الإخوة والأخوات ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء يشتكي كثرة ذنوبه ومعاصيه بعد أن قال هذا الدعاء؟ قال له: يا هذا قم فقد غفر الله لك. الله أكبر. يا هذا قم فقد غفر الله لك.